بداية الانطلاقة والعالم مركزة وياي ما أدري شلون. ما في عذر. المفروض إنه ما في عذر. كل شيء له وقت وينتهي. والله ما بختلف وياك الرأي. كل شيء مع الوقت نفهمه. بدينا نتكلم بالسياسة. قولي. كل شعور نحس فيه بي ليوم وبتغير. لكن هو ما مشى ما حرفوا اللغزة لكن حليت فكيت اللغزة أنا والخيل الغار. بس تعرفون شنو الشيء اللي صعب ينمحي؟ لا والله. الحب. والدخول في هالمجال صعب يعني الستوب عنه. المواقف في بعض الإجراءات التحكيمية غير عادلة صراحة. العشرة وأحياناً النظرة. البطل نادر اليوم ما تلقاك اليوم. وأنا وأنتو لنا مسار ويمكن عمرنا ما بنلتقي فيه. الواحد يقول كلام الحق يعني يقول. بس شنو الحل؟ القدرة صعبة أصعب شيء هاي اللعبة دي. شنو لازم يكون السؤال؟ في النهاية أنت تعار وأنا عار فما لدوية تكلم وشنو لازم يكون الجواب هدى ترى فيكتوريوس عليه حمل كبير ولأن اليوم يوم الختام صعب علينا نعيد نفس الكلام عبد الحق لا اموت ناموس تحدد مالك وين يمين ولا يسار بعد عقب ذي ما في احد التوجه توجه بروحه يتحدد بعد ثلاث طرفات لا عارف من هو من عليه اللي من كده من بين عنا شيء من مركز ثالث ما في عليه عندنا راسين يمشون 40
درس في سباقات القدرة اللي سويته اليوم. درس حق شنو؟ درس في سباق درس قدرة 120 وختام موسم. صح ولا لا؟ درس مدش تسليم. أتوقع أن هاي يعني درس قوي اليوم صار، أول وثاني وثالث، يمكن الأول مستوى والثاني والثالث درس حق شنو؟ أن الاكتساح صعب. ما شاء الله عبد العقل هذا خطير، فريق الزعيم خطير خطير، بناصر خطير. ترى يوم اللي كنت تجيني هني وتحكين علي والعالم كله يعني، وانا اقول لك اصبري خليني اصبري، انا قاعد اعد قاعد. هذولين الثلاثه اللي اكتسحوا المنصه اسستهم مو بس صح الا فوق الصح. هذا هو يعني الصبر. يعني انت تتكلم عن سوشي افرج سبيد 27 ثابت طول المراحل هذه الاربعه، وبهالفرق اللي سواه، وكان يقدر يسوي اكثر ترى. واضح الصراحه كان يقدر يعني، واش كان يقدر يسوي اكثر ولا لا؟ اي كان يقدر يسوي اكثر. احنا ورايح مرتاح والمب هاي المفاجاه الفحص والطريقه اللي يفحص فيها والوقت اللي ياخذه في الفحص. لا والله انا اقول لك الصدق يعني خذ وقته وتم عندنا يعني 3 سنوات. على فكرة يعني ما ننكر الجميل، هذا حصان هدية من عند سمو الشيخ ناصر، يعني حصان يعني أنا والشيخ ناصر واحد، ما فرق، ما في فرق بيننا يعني. فيعني صبرنا عليه لأن شيء جينا من عند سمو الشيخ ناصر لازم نحافظ عليه ولازم نجيبه بشيء أقوى. بس شلون ما قروا إن هذي الحصان بيواصل؟ ترى هما ليل مرحلة ثالثة. لا لا كانوا قاعدين. لا لازم نحط له حساب، يعني ما يصير نهدى لآخر شيء نقول بيوجا. لازم نحرك انتم وياه، والبغاء يعني واللي في النهاية أسبق أسبق. شوف سوشي الحين بهالأداء كان يفترض يعرف شنو لازم يسوي. أنا والله نمشي ببيس معقول. عبد الحق توقع حصانه كان نيرفز من البداية، والحين تم على ناس بيس، ركض الحصان تم على ناس بيس، وإحنا على ناس بيسنا حركنا ثالثة إن شاء الله خير. الحين الأخيرة شوف ما أعرف إذا أقدر أقول إن انت عندكم ثقة ان عبد الحق او سوشي بالتحديد ما بيقدر يواصل، من كذي ما قاعدين تاخذون الريسك ان انتو تلحقونه. كانوا قارين. اذا انت قاري قارين شلون مخليه هاللوم مرتاح؟ لا ما يصير، هذه قدرة خيلك، تمشين على قدرة خيلك. يعني هم لو 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 في قدرات، لو في حصان ثاني مثلا في قدرات هذه حصان كان خلوه، ما بيخلوه. ايش دروك انه كانوا جارين؟ يعني انا بقول لك ليش، بقول لك ليش دقيقه ليش ما يكونون دارين؟ لان سوشي مو احنا اول مره نشوفه. لا بس لا سوابق انه هو ما يكمل، فعشان كذي اقول لك ما كانوا دارين. لان الجو اليوم حار، مشمس وايد حار، ونمشي بس معقول يعني. وهو اتوقع امشي كم 29 38 28 ما ادري، ما اتوقع ان بيصم لي اخر شيء. بس ما تحس ان يمكن يواصل؟ لان اللي قاعدين نشوفه انه قاعد يفحص بسرعه، ما عنده مشكله لحد الان. هو فعلا ما كان عنده اي مشكله في الفحص، وسوشي اليوم كان غير. والله تبي الصراحة ما توقعت، بس عبد الحق كل ما تشوفه قبل السباق ساكت خطير. اي فممكن ممكن هو ما مشى، ما عرفوا اللغزة، لكن حليت فكيت اللغزة انا. والخيل الغاز، الخيل ما تكلمنا ترى وجاوبنا، الخيل احنا نحس فيها ولازم نوصل لها. هو يوم ما يكمل ما كان عندك؟ ايه لا ما كان عندي، ما كان عندي. صان طيب والله، صان طيب، الخيل طيبين بعد. البغال العقبة باقي 3 روس، كل فريق حصان.
يعني فليتو للفرسان كان بيقدر؟ بس اليوم مويد أفضل من سباقات اللي طافت. راكر كان يستلم موي صار ما قام يخاف. أتمنى حن يخلص. المشكلة اللي صار في المرحلة الأولى 27 28 عقب خلينا نقول المرحلة الثانية يعني كانت شوي أثبت من اللي صار في المرحلة الثالثة. بالضبط. المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية كانت أثبت من الثالثة. الثالثة خلاص يعني هالمرة ما أبي أقول صفت، مو موضوع صفت المرحلة الثالثة الخيل، بس طلعت الخيل على أصلها وعلى المستوى اللي بالضبط. اللي هي عليه. بس هو عنده أفضل فليتو، والله عنده أفضل حصان جديد، حصان أول موسم لا ويطلع بهاي الأداء. أنا أشوف حصان بطل وليحن ما خلصنا، متأمل منه خير. أنا هو حين يطلع عنهم متأخر بش كثر؟ 5 دقائق بيني وبين الشوارع. المشكلة أن أنت تقول بينك وبين عبد الحق، بين الزعيم وبين فيكتوريوس، بين سوشي وبين فالباريتشو ولا فالباريتشو، ايه هذين الاثنين. اوكي بينك وبينهم 5 دقائق. 5 دقائق صعبة، بس ما شاء الله الحصان فارس اتوقع، والحصان مال خليفة، حصان خليفة ما شاء الله، حصان طيب، حصان مقبوض في اليد، حصان طيب. شمس صار معه يعني هو في الترق انه لا اليوم يمكن شمس يأدي، يعني شفنا انت اخر سباق معه وتعرف الحصان عدل، يعني المفروض اليوم يوم شمس، لو منقول في فيكتوريس منقول يوم شمس، خصوصا من بعد ما انسحب زيلا. بس شمس مو بنفس اللي توقعنا منه اليوم، وما اعرف شنو ممكن احط له عذر. لا شمس، لا مو مسألة في الشمس فيكتوريس، كان اليوم لبيس وكان الجو ما خدمه، الجو ترى الحر في بعض الخيل ما يتمشى، ما يتمشى ينشف عزول. بس اليوم جو مو وايد سيء، مرينا في ايام اسوء من جو اليوم. لو الجو حار وتمشي بسبيد عالي يعطيك الجفاف عالي فيعطيك الاصابات. انت الحين تنشفين كل شيء يطلع عليك، تنشد كل الشد كامل يطلع اذا الحين اذا صار عندك جفاف. لكن اذا بعد الخيل تمت فيها الطراوه ودي متمارسه على الجي تم. الحصان ما قصر، دي عطى سباق عالي ترى، اعتقد سباقين يعني عاليه. اي معلش بس مو بهاي الاعذار اللي احنا نقولها يا عيسى. ايش دخل، انا اقول لك هاي بهيمه لازم تعذرينا. والله صدق. زين يلا عذرت عشان خاطرك، انا عذرت شمس اليوم. زين عذري عشان انه بهيمه. اي اوكي عشان اوكي يلا انا عذرت اليوم. بس سباق شوي ملخبط اليوم. وانا قلت كذي لأن مورلينو بعد يفترض يأدي أفضل. انطق بلنتي هو في ذيك المرحلة؟ لا تأخر. لا؟ بس تأخر. أنا ما قلت ما بغيت إن إحنا نشوف مورلينو. لا. على الأقل شفناه الحمد لله. عنده أفضل بعد. وعايزنا واحنا الميتين نبي نشوف مورلينو يعني، بس كنت يبينا يعني يا رب ان اليوم على اخر سباق ختام الموسم ان احنا نشوف مورلينو. انا تبيني اقول لك انا يعني إيه؟ اللي انا احس فيه الحصان إيه؟ الحصان ما قصر هالموسم. انتم تشوفونه مقصر لكن انا اشوف الحصان ما قصر. شلون اشرح لي اليوم يعني اليوم الحصان تخاذل؟ الحصان انت تشوفينه من شهر 8 شقال في الاسطابل، احنا نشوفه كل يوم تمارين يعطينا مؤشر زين حق شو الريس، ويروح الريس في الاغلاط هني تصيد الاغلاط في الريس. شنو صاد اليوم هني؟ متاخر وايد في فحص. انا ما بقول لك مختل، انا اليوم ما عندي عذر يعني جاي هني ما بقعد اتعذر بقول لك الحصان مختل، وكل مره بني بنكرر نفس الحكي، الحصان اليوم مختل، الحصان ما ياكل. بس هاي الحقيقه. ايه هاي يعني اللي صار اليوم ما اقدر انا اقول لك، ولا اصلا انا اذا قلت لك ان عندنا عذر بطلع لك عذر انا كذاب.
ما في عذر، المفروض انه ما في عذر، بس هاي اللي الله كاتبه. نفس ما الله كاتب نشوف زلوتي يطلع من المرحلة الأولى. زلوتي ضلع تعور. وينه؟ زعلان؟ اوه قصته قصة على الحين. شنو يقول؟ ما شفته لحين. ما يتكلم يا احد اصيل. اصيل وينه؟ اي خلا بتجيبه. ايبا تكفى والله زعلان حدك. اي ابي. ما ادري والله. اصيل من حقه يزعل، بس بعد من حق عبد الحق انه يكون اليوم على المنصة. واللي ابي اقوله عادي. لا اللي صار اليوم مو بعادي. هاي رقم واحد. لا عادي حق الفايز بس احنا مشينا على لمتنا. هاي لمتنا كون. ما قدرنا نتخطى اللمت اللي انت مشيت عليه. زين كان بالنسبه لي لا احتمالين او لا سببين. الاحتمال الاول ان احنا نعرف عبد الحق ونعرف اصلا هاي الحصان شايفينه شنو سوى في السباق اللي طاف وشلون شرد وما قدر ما قدروا يودونه وغير خبر استغير الحصان. لازم تجيبين فارس متمرس والحصان اكتمل وهي لعبه فريق يعني مو لعبه شخص واحد. غير الفارس تغير الحصان بس من باب منطق. زين اليوم احنا ليه المرحلة الثانية وحتى يعني ليه المرحلة الثانية خلينا نقول بداية الثالثة ما حطينا في بالنا ان هذه الحصان في هاي المراحل كلها بيسوي اللي استوى في الأخير. يمكن فحص عطونا هاي المؤشر بس يمكن كان الغرور أكبر من ان احنا نصدق. لا 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 إذا بتكلمي عن 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 أهل الخيل يعرفون الحصان شنو مستواه. مو العادة. مو العادة. لا مو أنت العادة. الحصان ما كان لا لا ما كان له توفيق. أنطر. مو بالحص أنت ساحب مستوى الحصان. مو العادة إن أنتوا بتخلون حصان بروحه. إنزين إذا أنتوا تعرفون إنه هو بيسوي كذي. إيه بس الحصان راح أوفر سبيد من البداية. ما يصير أنا أروح وياه لحقه. هذه الخطة اللي سوينا اليوم ما تمشي في كل سباق. كانت خطة اللحظة. لحظة أي هذه الخطة ما تمشي كل سباق. هل كانت خطة اللحظة؟ لا مو اللحظة. إيه كانت خطة. لا لا لكن حاطين هم برمجين ومنهجين لها. شلون؟ من قبل كنا حاطين لازم نمشي إحنا نسحب البيس لأن بقولك ليش؟ مع سوشي أوكي. إيه مع سوشي فقط. الباقي. لا ما تقدر. ممكن الخيل تسوي لك ستارت اب فينيش صعب 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 لكن ليش احنا سوينا هالشيء؟ لان فيه لاحظت الخطه اللي قبل السباق اللي طاح واللي قبله شنو كانت؟ كنا نمشي وياهم واخر شيء ثالثه شنو يصير؟ يفرقون عنك؟ هنا لا يوم تجيب حصان عندك قدراته معروف تقولي لا خليني افرق الامور القوي بيسلك شمس في الافتتاح فانت افتتحت وختمت. لا يستاهل ريال اشتغل هاي بين مجهوده افتتاح وختام يستاهل. انزين في نص اذا انت بتتكلمين اي اكتساحل انا احنا بعترمك تصحين موسم اربع مواسم ورا. انا ما اتكلم عن قبل انا اتكلم لك عن الحين عن هاي السباق بعد هاي السباق بعد اذا ما خسرت انا شلون باي اقوى؟ ايه شلون باي اقوى؟ هاي اتوقع انها كانت اضعف مجموعه عندكم شفناها في ذي السباق اليوم. بالضبط يعني اضعف مجموعه بالضبط وانفتح المجال اكثر لان خيل سمو الشيخه نوره بعد كانت اليوم الحلقه الاضعف في السباق. هدى ترى فيكتوريوس عليه حمل كبير قاعد يجهز حق كاس العالم قاعد يجهز حق كاس العالم قاعد يجهز حق وينزر. اوكي خلاص معذورين يبنى بطولة عالم ما نبي شيء ما نقدر نقول شيء ناموس. تعرفون شنو يعني اسطبل الرفاع يحصل على المركز الثالث في الترتيب العام وهذه المرة الأولى لهم من بعد محاولات. وإذا أبي أقول شيء لازم أقول صراحة الأداء مو سهل ان اي حصان في سباق اهالي ويحصل نتيجتين مو نتيجه واحده اليوم. الحمد لله الحمد لله الظروف يعني خدمتنا في النتيجه الثانيه لان في خيل وايد شويه طاحوا. يمكن اول اسم فيهم دروينا للفاتح ويمكن بعد استغربنا ما شفنا الطارق في ذي السباق. والله مدرب غازي
عنده نظره يمكن بطارق انه ما يبي يجيبه ولا يبي يحافظ عليه للموسم الجاي. وعنده دروينه ما شاء الله، دروينه اثبتت كاس الملك المركز الثاني وياي ما شاء الله فرش. اي مو هي اللي اقول لك خذلتهم من المرحله الاولى اوت. دروينه بنعذرها بس وين الباقي؟ معقوله كوكي قدر يكمل على الرغم انه دام نرجع عليك حصان ما عنده الريزولت اللي اليوم يشفع له ان نشوفه اليوم على المنصه ونشوفه المركز الاول. لا شوف هاي كفايه ان الحصان يعني متمرن وراكض سباقات وايد في دبي لهاي السبب في الامارات. بالنسبه لي انا دائما ارجح كفه الخيل التي لنا من برا مثلا الامارات، نعرف الارضيه، نعرف طبيعه التمارين هناك، ما تقارن مع ارضياتنا. فالحصان يوميا متمرن من هناك يكون وايد اخف عليه انه يركض في ارضيه مثل ارضياتنا، تكون الارضيه خفيفه عليه. قالوا لي والله الحصان زين وهذا بس انه في اطباع مو زينه، حتى لو تدخلين على ما يكمل ما يكمل ما يكمل, يكمل. اي فمن كذي انا سكت قلت ليه المرحله الاخيره يا على طبعه يا لا. بالثلاث مراحل اللي شفناهم حتى الآن إينا. أوكي؟ تشوف السباق مرتب ولا مخربط؟ من أي ناحية تقصدي؟ من ناحية ترتيب الخيل في المكان الصح اللي لازم هي تكون موجودة فيه إينا. ومن ناحية من موجود مع من في المراحل اللي طافت خصوصاً المرحلة الثالثة. أنا ما بقول لك إنه مرتب أو مخربط السباق، أنا بقول لك اللي قاعد يصير لحد الآن اليوم يعني متوقع. يعني احنا ما جازفنا الحمد لله، خيلنا اللي جايبينها عندنا الفرس صداره، فرس جايه من كاس شيخال مادي اداء قوي مسوي افرج 25. ما اتوقع ان احنا غلطنا عليها في الممشى اليوم، هي لا. جاهزه حق الممشى. غلا نفس الشيء. الخيل اللي قدام اللي هو حاليا محمد الهاشمي الحمد لله كل شيء. الحصان اللي كان معاك مال الاجيال لحم معاك ولا اخر شوي؟ لا اخر شوي شوي اخر آخر 6 كيلو آخر شوي. أخف يعني الحصان اللي باقي أنا الأمانة ما أعرف شنو وضعه، ما أعرف الحصان نفسه شنو. تحس المرحلة ذي مطمن إنه هو بيمشي بالضبط نفس ما أنت تبي ولا تحس إنه لا خايف من خايف من شنو ممكن يصير في ذي المرحلة؟ يا توقف يا تخاف يا أخاف؟ اي اكيد. كيف؟ شلون يعني أخاف؟ يعني انت حين انا شوفي انا واثق في ثلاث مراحل مرت انا واثق من حصاني الحمد لله، بس اطلب التوفيق من رب العالمين في النهاية. خليك من الثقة، خليك في الأداء. الأداء اللي انت شفته في هاي الثلاث مراحل والريكفري اللي عقب المرحلة الثالثة بيعطيك النفس ليه المرحلة الأخيرة من البداية للنهاية إن شاء الله، لأن هي دائما هاي المرحلة الأخيرة عرفت اللي يصير فيها في النص وهو المخيف إن شاء الله. من نقطع نص المرحلة هني كل شيء ينقلب. لا لا في إن شاء الله، في إن شاء الله بيسوي شيء الحصان. يعني أنا استغربت إن شاء الله بإذن الرحمن إن ما في ولا أحد من الأهالي أصلا حاول إن هو يجرب لكم، هم خلوكم ترى على راحتكم طول هاي الثلاث مراحل. وانا اقصد باهما، اقصد لك الاصايل، اقصد لك ار ام، يعني هذولين الاثنين هذولين الاثنين الاهم اللي موجودين في المنافسه وراكم. حطيت الجروب مال الاهالي نعم. اللي وراك في وضع صعب لانهم وراك ب 12 دقيقه، وهاي ال 12 دقيقه حين يا انت ما اعرف شنو بتقول له يزيد البيس ولا بتقول له يثبت الافرج. في كل الحالتين هم متاخرين ب 12 دقيقه. I think we can never know before the end of the race. احنا دائما نمشي على يعني على مستوى خيلنا، على جهوز خيلنا.
فتكتيكنا في السباقات ما نطالع احد ثاني. فانا اقول لك لو ان احنا اليوم كنا يعني ماشيين على اسرع من ذي الابرج اللي احنا ماشيين عليه بنكون اليوم احنا متهورين. بتقولون لي ليش؟ بقول لك لان احنا اليوم جايين بابطال اثنين، جايين على نهايه موسم. انت تعرفين نهايه الموسم كم الخيل، عدد الخيل يقل، شيء طبيعي، اصابات ما اصابات، ظروف الاسطبلات يعني. فاحنا ممشانا اليوم كان يعني ماشيين على اللي احنا نقدر عليه. ما اعتقد اني بزيد البيس، بس على وضع هم اذا زادوا بعد لازم اكون انا مرتاح. انا الحين حاليا مرتاح بنطلق هالمرحله، اشوف الوضع بطلع على راحه. قلتي انت 12 دقيقه مو بشويه، مو شوي ابدا، والجو شويه حار يعني بالضبط. فالخيل بتي تعبانه، ولا بيضغط حصاني اكثر من كذي. حسب تغليس الفارغ اللي بيه من عقب هني يبين وياي، وانا اشور يعني. تعرفين خبرتي في المجال هذا شويه، عندنا ناس نشورهم يعطونا الاشوار. انا في كل الحالات انت اذا جاي تبي فوز، غير اذا انت جاي ابي العب مثلا بقول انا اليوم يا اوصل حق الفوز او اني ما عندي مشكله له. يعني تعرفين انا اقول لك يسمونها يعني لعبه الاغلاط، احنا دائما ماني حق لعبه الاغلاط. ويمكن شفتي ذي الشيء في كاس الملك صار بالضبط، احنا اذا نيني على تكتيك معين حق فوز. فاحنا هذه ممشانا اليوم، احنا نشوف الممشى العقلاني حق ظروف سباق اليوم. اذا اضطرينا ان احنا نجازف تاكدي ان احنا بنجازف ما بنتردد، لان احنا جايين هدفنا الفوز مو بهدفنا التكتيك. احنا بت ايكيب I keep my mind. Maybe I will catch him. Maybe not. We never know what happened on the race. Definitely, you think she's in a good day to catch him today? Maybe yes. Inshallah. الحين عند مشترك طرق. اوكي نعم. يعني يا الحين لما بتطلعون في المرحله الرابعه زين الاجيال او اسطبل الرفاع بيخفون او بيكسرون او بيوقفون الله اعلم، وفي ذي الحاله انتم بتدخلون في المنافسه مع ار ام اللي ماشيين وياكم ايا كانت الظروف هدا، او بتضطر ان انت تتحرك او صداره او انا اقول لك ايا كانت الظروف احنا ما بنتنازل عن اللي احنا نبيه. بس لو يعني لو احنا مو بماشيين على اغلاط الجماعه، لو الله لا يقول اغلاطات نتمنى لهم ولنا التوفيق، احنا مو بماشيين على اغلاطهم، احنا قاعدين نمشي على اللي احنا نبيه اللي جايينا من الاسطابل. اوكي جايين نبي اداء معين افرج معين، باذن الله بنقاتل للنهايه. وصلنا باذن الله هاي توفيق من الله، وان ما وصلنا مو بمكتوب لنا. كل اسطبل وخطته في السباق في النهايه، يمكن هم جهزوا خيلهم على هاي السرعه، يمكن صح كانوا حاطين امل ثاني في النهايه. كل اسطبل وخطته، انا اتوقع كانوا حاطين امل على اخطاء، بس هاي الاخطاء ما صارت في المرحله الثالثه. والله من ناحيه هم شو حاطين امل انا ما اقدر اتدخل فيه صراحه، بس اسطبلات كبيره ووجودهم ضروري في القريه في السباقات، يغيرون اجواء السباق في النهايه. فاتمنى لهم كل التوفيق. Nothing is lost before the end of the race. I will stay positive. You will stay positive, but there is something logic. I mean, by logic, it's 7-8 minutes between you. No, if his horse still in good condition with good power, I cannot catch him. If something happen, I can catch him. If the horse make tired, maybe I can. تطلع ذي المرحلة على نفس الأبرج؟ والله للحين ما خذيت الأمر من أبو ناصر. خلي يعطيني الأوردر وبنشوف. ما أدري أبو ناصر بيقول لك زين، بيقول لك خلك قلبه قوي ولا لا؟ قلبه قوي وايد ها؟ نعم ما يخاف. القلب القوي يخرع في المرحلة الأخيرة. لا هو قلبه قوي بس بعقلانية، يعني إذا شاف إنه طاف الحد يقول لا باقي خلاص 20 كيلو. ايوه يا ان تعدي بسلام يا ان اخذ ريسك عالي واخسر كل اعصاب ثلاث مراحل اللي راحت. اي لا خلاص راح وايد باقي شوي. اي ان شاء الله يا رب الله يوفق. بس انا من كثر التساؤلات واللي يوني
وناس قاعد تبارك لي من الحين للحين ما صار شيء، باقي مرحله يا جماعه ما تدرون شو يصير فيها، فهاي شوي مخليني متوتر. ايه هلا بعد مبارك لك قبل. كوكي وصل أول وكان متوقع، بس الصراحة كفو على كراتريون يكون أفضل من غالة في السباق. واللي لازم نقوله الحين أقول لك مبروك، ولا أقول لك هارلك على كأس سمو الشيخ خالد الأخير. مثل ما قلت لك إحنا على قرار الحكام على عيني وراسي، بس والله والله إن ظلموا الحصان، ظلموا الحصان. ذاك الرئيس كان بعد بيأدي، لكن الحمد لله كان صلاح رب العالمين يبينا حق السباق، والحصان أثبت شوفت عينكم شفت شنو. والله أنا ما أعرف الصراحة عندي شيء، أنا بيني وبينك عن الخيل لا تسألني، أنا عن الخيل الاسطبلات الباقي لا تسألني، والله ما عندي معلومات يعني. الحمد لله إحنا ما احترمنا قرار يعني قرار الحكام، ورجعنا الاسطبل قلنا الحمد لله عمشي الحصان ما طلع بإصابة، وجهزنا حق بطولة سمو الشيخ ناصر والحمد لله. ليش قاعد أقول لك هاي الكلام؟ لأن اليوم بيّن لو كان موجود في ذاك السباق بيسبق الخيل اللي سبقت، لأن اليوم شفنا تفوق على أغلب الأسماء اللي تفوقوا في كأس سمو الشيخ خالد. عدل كلامك، كان مختلف وياك، بس بعد يمكن اليوم في خيل أبطال موجودة وياه، ولكن بطولة سمو الشيخ خالد دعكم فيها أبطال وهو كان موجود من بينهم، فهو بطل بكل حالاته. والله شوف كاس الشيخ خالد صار سباق سريع، فإحنا ما نقول لا ولا، وعن قرار الحكام على عينه وراسه، إذا هم ظلمونا بينهم بين نفسهم، بس أنا أشوف رؤي أقول لك 100% ما ظلمنا عين الحصان، والله إنه ما سوينا شيء، ربي فوقي. إحنا ما نتكلم بعد المواضيع، لكن الحمد لله الحمد لله رب العالمين، عدوا ما فازوا يستاهلوا، احنا فزنا يستاهلوا. احنا يعني للامانه عندنا شوي استياء من التحكيم في ذي الموسم. لان صارت يعني نفس المشاكل اللي صارت صراحه يعني الإطاف. يعني انا ما احب والله اتكلم في ذي الامور، لان هاي انا اللي اتكلم عن شيء يخص ذي الرياضه اني اتكلم عن نفسي. بس في بعض الاجراءات التحكيميه غير عادله الصراحه. موضوع التحكيم يمكن موضوع يحتاج نقاش طويل، بس اللي ابي اعرفه شلون كراتريون قدر يؤدي هالأداء؟ كراتريون شفتوه يمكن السنة اللي طافت في نفس السباق، الحصان يحب يركض في الحر على عكس باقي الخيل. بالنسبة حق خيلنا الثنتين غلا وصدارة، ثنتين هم أفرس ما 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 يعطون سباقات طيبة في الحر. حصاني أنا أعرفه، حصاننا فالمدرب ماله عبد الرحمن يعرف الحصان، عبد الرحمن مبارك يعرف الحصان، فالحصان هو ليزي في التراك ديزل الحصان، فمثل ما شفت المرحلة الأخيرة مخزون فيه الحصان، الحصان يروح عادي ما عنده مشكلة. هو حتى الفرس أعتقد الثانية اللي 53 في ليلي شنو اسمها؟ إيه فيلين شيء. يعني كانت في لحظة يعني حتى كانت تقدر تدخل ثالث، بس خفت اخر شيء. والله فرس جديد يعني عشان شفت الريزولت مالها انت. اول مره تروح لهم، اول مره صدق. ان انا اقول لك اني رسل الفرس خالد قاطع هي 120 مسايا افرس 23، بس هالريس وايد حال، وثاني اول 120 لها تروح على البيس يعني. امشي اقول كفو عليها والله. والله شوف هذه الفرس يعني ما بكذب عليك، هاي الفرس جايه العام، انا خذيتها من واحد اخو عزيز علي اسمه سلمان المعاوده، فلازم نذكر اسامي نذكر الاسامي. فالفرس دي بطله هالسنه، لو تلاحظ نسوي اربع ريسات صح، نسويها مرتين ون ستار، وكاس الشيخ خالد ضغطت 120 نسويها افرج اول مره، وهالمره المره الرابعه ضغطناها تحت ضغط لما نشوفها شلون الفرس، فبين الفرس هي طيبه. فاحنا ما ننسى مجهود محمد والخالي محمد عبد الصمد ولا جهز الفرس، الواحد يعني لازم يذكر الأسامي، والمدرب عبد الرحمن، الواحد لازم ما يضيع تعب أحد. وعشان ما يضيع تعب أحد اللي سواه كوكي مو بغريب عيل. والله شوف على حسب علمي يعني الحصان في الإمارات كان الحصان يقول لك شرود، فيمكن رأياتهم يعني ما يعرفون حق الخيل، فإحنا ما نقدر نظلم الناس. فالحصان يعني عند محمد، ف
فمحمد دربه ما شاء الله عليه من شفته في التراك قلت له لو تسأل محمد قول له قبل يومين انا ايش قلت له؟ قلت له مبروك مقدما انا شفت الحصان في التمرين يعني ما شاء الله عليه مسك الحصان خطير. نعم نعم اي على تمارينه نعم على تمارينه كنت متاكد انه بيسوي لنا نفس هالافرج وترى يقدر يسوي افرج اكثر من كذي احنا المرحله الاخيره ميودين يعني يقدر يسوي 27 26 يقدر. تعرف شنو لا؟ انه انا يعني قلت الحين شو اقول له يا ربي متوهقه اقول له لازم يعني تقولين لي شيء مو زين؟ لا مو بلازم اقول لك شيء مو زين، بس لانه يوم اللي انت تغامر وما تخلي احد يروح قدامك اقول لك ليش غامرت؟ فيوم اللي انت اليوم كنت ثابت على قدرات الخيل بالضبط اللي انت كنت قاعد تحس فيها، الصراحه ما اقدر اقول لك ليش خليت لا بالعكس ليش خليت اسطبل الرفاع والاجيال بروحهم بدون ما تامن نفسك لا شوفي انت الخيل الزينه اللي عندك واللي عندها مؤشرات انه يمكن تكون بعد افضل في المستقبل حرام تضغطها بالضغط انا حتى وقت اللي اغامر يمكن انت مو فاهمه الفكره صح؟ شيء طبيعي ذي يعني مو بان انا اغلل منك ولا شيء بس انت مو ويانا في الاسطبل ما تعرفين ظروف الخيل ما تعرفين شو اللي يصير في الخيل فانا اي كل السباقات اللي غامرت فيها غامرت وادري ان حصاني قوي يقدر نروح بس لان انا اعرف ان قدرات حصاني ولا ظروفه في السباق لحد معين مستحيل اتجاوزها واغلط عليه خاصه البطل نادر اليوم ما تلقاك اليوم يعني انت اذا تتكلم عن الاسطبلات الكبيره اللي تشتري اعداد عوده من الخيل مو بالكل اللي بيبونه بيكون بطل فما بالك انت اسطبل خاص وعدد مشترياتك اقل بوايد والكواليتي اللي تقدر تشتريه بعد اغلى بوايد فلين صار عندك شيء فيه مؤشرات بطل حرام تغلط عليه لازم تحترمه واليوم ما قصرنا يعني احنا مغرنا بامكانياتنا اتوقع ان نفسنا منافسه طيبه وادائنا ما في احد يقدر يغلل منا اليوم والتوفيق عند الله صح احنا طموحنا دائما المركز الاول It was a great day. A great day but we thought that you will finish second not third yes but I ride a mare and the mare are not always enjoy to go you should to manage like that and she's a real mare you cannot push if she don't want to go she is fine she is really fine she's amazing mare but she's a mare هي غلا دخلت ثالث بس اعتقد الاصايل كان املهم اكثر على من أبيك أنت تقول لي ما عندهم الأصايل الأمين كانوا قدام يعني صدارة تبيني أقول صح والله أنا ما أعرف كان على صدارة ولا على غالة ولا كانوا يبون الاثنين يسبقون اليوم صدارة ما قصرت بعد صدارة لها مستقبل جاي لها موسم جاي يمكن تكون هي رقم صعب الموسم الجاي وغالة قلت لك أنا ذاك السباق أنت قلت لي غالة أنا ها ها قلت لك لا كان تذكر بين طارق وغالة قال اليوم كنت ردت عليك أثاره أنا متأكد هذا لين الثنتين بالذات هذا لين الأفرس يمكن أنت شفتيهم في كأس سمو الشيخ خالد وشفتيهم اليوم ندل على شيء واحد أن هذا لين الأفرس طيبين وثابتين وقاعدين يمشون في نمط تصاعدي وقاعدين يطورون كل مرة زود عن الثانية يعني يمكن لحد الحين أنا ما شفت الأفرج اللي صار توتال كم لكن ما توقع في فرق كبير بين الافرج اللي اليوم وافرج كاسم الشيخ خالد فمثل ما قلت لك هذه الافرس اعطونا انطباع ان نقدر السنه الجايه نتجرأ معاهم ونجرب معاهم اليات تمارين اقوى وعقب كل شيء يعني احب ابارك حق الفايزين ما قصروا الحمد لله موسم بالنسبه لي كان بالنسبه حق اسطبل الاصايل كان فوق الممتاز يمكن ما حالفنا الحظ ان احنا نفوز بالمركز الاول لكن كنتم موجودين ما اقول هاي الكلام لان هاي استابلي لكن في كل سباق قاعدين نشارك نترك بصمه وبصمه قويه بالعكس يعني الموسم ذي كله بشكل عام راضين 100% عن ادائنا لان كل سباق ادينا اداء قوي وكنتم موجودين وحاضرين السباق اللي ما سباقنا فيه مو بالطموح شغلنا شكلنا ضغط كبير وش اسمه يعني في سباق جلالة الملك الله يطول بعمره
انت شفتي اللي صار والكل يعرف كان فراسنا هي اللي كانت الاول برياحيه يعني، لكن هاي توافق عند رب العالمين، الشيء اللي كاتبه لك رب العالمين ما حب منعه عنك. صح. والشيء اللي مو من نصيبك ما بتجيبه لو تسوي شنو. صح. والحمد لله وراضيين ومستانسين وما بنعطيك مشاكل. ما عندك علامات استفهام اليوم؟ لا والله، لا والله، اللي كان متوقع صار. فما في اي علامه استفهام. كنا متوقعين الخيل اللي بدها سبقت. وخيلنا الحمد لله ما قصرت يعني. سباق اللي طاف يوم غلطنا قلت لك احنا غلطنا، اليوم بالنسبه لي ما كان في شيء نقدر نسويه وما سوينا. انا بعد ما كان في مخي شيء حتى اقوله. ولو شنو بنقول؟ لو شنو بنفكر؟ ولو شنو بنخطط؟ اذا ما نفذناه يعني ما انجزنا. اللي نبي نقوله ان نشكر سمو الشيخ ناصر على الجوائز صراحه. الجوائز هاي السباقات اخر سباقين احنا هاي كنا نحلم فيها. ولو شنو كان حلمنا كبير اذا ما سعينا له عمر الحلم ما راح يسع لنا. بالضبط بالضبط. يعني انا الحين مثلا خذيت مركز سويت اسم مصطبل الرفاع لازم اكمل فيه ما وقف. في النهايه قلت لكم في البدايه كل شيء له وقت وينتهي. الله انطلاق السنه الجايه او في السنه الجايه خلاص انا ما حد. النهايات ليست الا بدايات ولكل سباق بدايه اخرى عند اهل الخير.